كما أوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس توقف خلال الجولة التفقدية لتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم أثناء مرور سيادته، حيث استمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم. ازيك يا جميلة؟ ازيك يا سيادة الرئيس؟ ربنا ما يحرمناش منك، ربنا يخليك وربنا يحميك يا رب. أنا نفسي أطمن على معالي. لا ولا عايز أطمن عليك. والله نفسي أطمن على معالي. أنا بخير طول ما أنتم بخير. لو قلت لك على حاجة هتصدقني؟ طبعا. أقسم معزة وجلال الله، وحياة ما بقول يا رب استرها عليا. يا رب استرها عليا. وأنت معاليك وزير دفاع، وأنت بتخطب الخطبة أنا كنت بقعد أبكي بالدموع. أقسم معزة وجلال الله. عليك. أنا الحمد لله بحمد ربنا. الحمد لله. الحمد لله. أنا دريفري. دريفري في الصيدلية. عندك كم عيل؟ معايا تمارة، ومعايا حداي، ومعايا محمود. ثلاثة أولاد. ساكن هنا؟ ساكن هنا في شقة في الخصوص يعني. تدفع كام إيجار؟ بدفع 600 جنيه. العيال في المدارس طبعا. مدارس دول في حضانة ومحمود في مدرسة. طب أنت عايزني أعمل لك إيه؟ أنا؟ ما اقدرش اقول لك، انا عايز اشوفك احسن الناس، وانا عايز اشوفك احسن حد في العالم، وانا عايز اشوفك. وربنا يحميك لينا ويخليك لينا يا رب. يحميك وربنا يقدرك على اللي انت بتعمله. عدي كلم سياده الرئيس يا عدي. خلي بالك من بابا، ربنا ما يحرمناش منك. وربنا يخليك اولا تحت امر. انا امنيه حياتي ما ادفعش ايجار، نفسي في شقه ورشه افتحها لابني من المحلات اللي هي بتبقى تحت الكوبري دي، وادفع ايجار زي اي حد. ان شاء الله احنا منها كل حاجه. ربنا ما يحرمنيش من معاليك. خلي بالك من ولادك وخلي بالك الحمد من نفسك. لله الحمد لله. ربنا يخليك. ربنا يحميك ويخليك. شاكرين. وربنا يقدرك على اللي انت بتعمله في البلد. شاكرين. ربنا يعينك. ربنا يعينك علينا يا رب، وربنا يسترك دايما يا رب. الله يسلمك. ربنا يحميك. شاكرين. ربنا يحميك يا رب. ربنا يحميك يا ريس. السلام عليكم يا حاج. السلام ورحمه الله. ازاي صحتك؟ الله يكفيك شر المرض. اللهم امين يا رب ينجيك يكرمك شر الطريق. انتوا طمنيني عليك، خليك لينا ويخليك. والله العظيم خليت البلد 100 100. ده فضل الله وفضلك. الله يبارك لك. ازاي صحتك؟ خليك هنا صحتك الراجل. مش عايزه حاجه يا رب يبارك لك. عايزك احسن من اي حد. والله صحيح. الله ينجيك. الله يكفيك شر الطريق. والله صحيح. الحمد لله. شفت بقى الستات المصريين جدعان ازاي؟ انت احسن من اي حد. لا ربنا يخليك لي. لا والله يا رب يخليك. في المدرسه يوسف ولا لسه؟ قول له في حضانه. في الحضانه. راجل جدع. قول له اطلع زيك. اطلع زيك. انت هتبقى احسن مني كمان. قول له ربنا يخليك لينا. ازيك يا ست الريس؟ شرفنا بحضرتك. كتر خير. ربنا يبارك فيك يا رب. يا رب يبارك فيك. عايزين حاجه؟ تحت امر. ابني عايز اشغل ابني. يا رب يكفيك شر المرض ويعمر بيك دنيا واخره يا رب. يا رب يعمر بيك يا ست الريس.